الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في جريدة المجهر السياسي قبل 4 أيام مقال وجابوه بالعنوان العريض: للصادق المهدي زعيم طائفة الأنصار وزعيم حزب الأمة الموجود الآن المعروف عند الناس. بيقول الصادق المهدي في هذه الصحيفة إن النبي عليه الصلاة والسلام منع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن يتزوج على فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة علي رضي الله عن الجميع، محاولا الصادق المهدي إنه يحرم التعدد بهذه الشبهة التي أتى بها. والرجل ده من زمان بحاول يلخبط الإسلام ويضيع الدين من زمان، مما كان شاب صغير عنده كتاب ألفه باسم العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الإسلامي، أنكر فيه الحدود التي أنزلها الله من السماء وشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليها الأمة المسلمة خلفا وسلفا وجميع المسلمين. من الوقت ذاك بحاول يلخبط دين الإسلام، ولكن هيهات ما حيقدر. وقبل كده جابوه برضه في الجريدة وفي التلفزيون وموجودة في اليوتيوب على قناة الشروق الفضائية، قناة الشروق الفضائية، وصوا غالب القنوات ووسائل الإعلام إلا من رحم الغالبية العظمى بلقطوا لنا النوعيات دي عشان يهدموا الدين ويهدموا الإسلام. المهم جابوا الصادق المهدي بالشروق فأسأل الحجاب الشرعي للنساء، قال الحجاب ده عادة ساكت وما عادة عربية وجاهلية وما واجب على المسلمات اليوم. نرد على ذيك ونجي لذي وما عنده حاجة. هم الناس قال مشوا قروا برا، هو الترابي واحد بليد اسمه عدنان إبراهيم برضو فلسطيني قاعد في النمسا، زول مجرم وزول ملحد عديل، لأنه قال الله أخطأ في حاجتين في خلق بني آدم وشتم الصحابة وأساء للقرآن وأساء لحاجات كثيرة. دير كلهم مدرسة واحدة، مشوا قروا برا عند الكفار وأدوهم ألقاب علمية ما بيستحقوها. الواحد ما بيستحق إنه يحمل شهادة خريج من روضة ماما سعاد، لكن يقول لك الدكتور فلان البروفيسور فلان لغب علمي يخلعك ذاته. أدول الكفار في السوربون ولا في سجام الرماد، وقال لي يلا يلا انطلق خرب لنا الدين الإسلامي ونحن بنرسل لك كل شهر المصاريف. يجي يبرطع هنا ويبرطع، دي حالة هؤلاء البشر المجرمين. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دين الله ده تام، وربنا سبحانه وتعالى بيوصل أي محل أراد الله عز وجل أن يوصله. ديل تعبانين ساكت كما قال تعالى: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الواحد بيحاول يمكر على الدين، لكن هو بيمكر على منه؟ على نفسه. وربنا قال: وما يشعرون، وما حاسي. والحمد لله رب العالمين، ربنا بيسخر له ناس ينجموه ويفضحوه. الحجاب واجب على أي مرة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل بعض العلماء قالوا حتى الكفار والكافرات ربنا يحاسبهم على الكفر ويحاسبهم على ترك الواجبات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ويحاسب النساء الكافرات على ترك الحجاب غير الحساب على الكفر والعذاب على الكفر. فده واجب نزل من السماء جوا عينك الصادق المهدي وجوا نخرتك القاعد تتبجح بادي. قال الله تعالى: يا أيها النبي، أسمع الآية كويس عشان ما يغشك واحد مجرم ساكت. يا أيها النبي قل لأزواجك، أهذه زوجات الرسول صح ولا ما صح؟ وبناتك، دي البنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين، دي النسوان. أي مرة مؤمنة ليوم القيامة، الآية دي بتشملها. يعني حتى لو جاء واحد مستافل قال الحجاب ده خاص بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا قال ونساء المؤمنين برضو واجب عليهم. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الآية الثانية قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فسرت السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت الآية دي لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ للصحابة وفهموها من النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوها منه رضي الله عنهم. قالت: فانقلب الواحد يتلوها على زوجته، هذه ما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ديل زوجات الصحابة الصحابيات المؤمنات الطاهرات، يتلوها على زوجته وعلى ابنته وعلى أمه وعلى كذا. قالت: فخرجنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرفهن أحد من الغلس، تحجبوا التب. لكن العلمانيين الليلة والمجارمة دايرين النسوان يمشن عرايا عشان يكشف، يقول لك أملى بطاطيري، ديل هم العلمانيين والشيوعيين والديمقراطيين وغيرهم من المجارمة دايرين يكشفوا للنساء فسق مجارمة. وإلا الآيات والأحاديث ما نقدر نعدها ذاته في هذا المقام، ويكفي المؤمن آية واحدة وده الاثنين موضوع انتهى. أما موضوع الشبهة جاب الحديث في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد. حديث شنو هو؟ عشان أوريك الزول ده، زول والله إذا يضلل الناس بس جاب الحديث ده عشان يحرم به التعدد. التعدد كون الراجل يتزوج مرتين أو ثلاثة أو أربعة دار يحرمها عليكم. أنت لو ما بتقدر على الشغلة دي ترزع أقعد، في ناس بيقدروا عليها، أقعد. عرفت كلامي؟ وده دين ربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب. أنا كلامي ده للصادق المهدي ما عليكم، لأنه ممكن زول خلى التعدد خايف ألا يعدل، ما في مشكلة، وده ذاته أفضل له إنه ما يعدل ويكسب أجر. ليه؟ لأنه خاف من الظلم وأمسك واحدة، ربنا بيديك أجر عشان ما تظلم. لكن أنا كلامي ده لو هو لأنه ده حرم تب. ربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أها ربنا بدأ بكم؟ مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. الآية واضحة جدا إن ربنا عز وجل أباح للناس للرجال إنك تتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا خايف تظلم أو ما عندك قدرة قال لك أمسك شنو؟ واحدة، الموضوع انتهى. ده قال حرام صادق المهدي ممنوع. لا يا الصادق المهدي، قال لأنه عندنا حديث، قال مع إنه العلمانيين دل ما بيؤمنوا بالحديث زي الترابي. الصادق المهدي شغلته قريبة جدا من شغلة الترابي، والضلال بتاعه زي ضلال الترابي. الترابي قال ما في حديث للرسول كت
كله قال الحديث جد باطلة مكذوبة. قال أنا مؤمن بالقرآن بس، هو قرآن ذاته ما مؤمن به، لكن نمسك كلمته دي، قال مؤمن بالقرآن بس. آية الترابي المرأة صلب الرجال، آي نعم قال، قال عندنا حديث في سنن أبي داود. ده ما لعب يا جماعة، أنت هسه قلت ما في حديث، وقال الكلام ده في الميدان الغربي جامعة الخرطوم، ندوة تجديد الفكر الديني، عملوا له الشيوعيين للترابي وصفقوا له وبيضرب في الدين وبيصفقوا له. شفت كيف؟ قال ما في أحاديث نهائي. يجي يقول لك المرأة صلت، يجوز تصلب الرجال لأنه عندنا حديث، والحديث بتاع أم ورقة اللي هو بيستدل به ما في إنه أم ورقة صلت براجل أصلا، لأنه ما في راجل صحابي كان بيصلي في البيت. باختصار شديد الصحابة كلهم كانوا بيصلوا وين يا جماعة؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا الصحابة ديل أعظم البشر بعد الأنبياء والرسل، أعظم البشر بعد الأنبياء والرسل، وأصلح البشر وأتقى البشر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ديك ماتوا رضي الله عنهم، نحن ديل لو فرضنا جدلا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي في مسجد بر السودان ذات، الناس بترحل ولا بترحل؟ بترحل. طيب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معهم في المدينة يصلوا في البيت وراء أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها، الحديث ذاته ما فيه صلت أم ورقة بنت نوفل براجل واحد، الحديث ما فيه الكلام ده، بل الحديث رد عليهم أصلا، لكن ده موضوع خليهم. الصادق المهدي قال التعدد ما بيجوز، قال لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب أنه يتزوج فوق بنته فاطمة، وقال يؤذيها ما يؤذيني، يؤذيني ما يؤذيها. انت عارف الحديث ده الرسول عليه الصلاة والسلام رد على شبهة أجاب الصادق المهدي ذاته في الجريدة في نفس الحديث، لكن هو قطعه ما جاب الحديث كامل، إما ما حافظه أو ما أدوا له كامل، جماعة ما رسلوا له كامل. حديث موجود في البخاري ومسلم وابو داود والمسند وغيره. الحديث شنو؟ القصة شنو هي أصلاً؟ علي بن أبي طالب متزوج بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عن الجميع. أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل، يقال اسمها جويرية على المشهور ويقال غير ذلك، لكن المشهور جويرية. قال يتزوج بنت أبو جهل، وبنت أبو جهل مسلمة خلاص، وأبوها أبو جهل هو فرعون هذه الأمة، صحيح ولا ما صحيح؟ فرعون الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بالأمر صعد المنبر وقال إني، شوف الرد على الشبهة وين، قال إني لا أحرم حلالا. أرد على شبهة ولا ما رد؟ ده أول شيء. قال أنا ما بحرم التعدد، إنه علي بن أبي طالب يتزوج أو التعدد عموما، قال ما بحرمه لأنه ده شرع ربنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحرم حلالا. طيب ليه منع علي بن أبي طالب إنه يتزوج بنت أبي جهل؟ قال ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أو تحت سقف واحد. يعني العلة شنو؟ إنه دي بنت الرسول ودي بنت شنو يا جماعة؟ عدو الله أبو جهل فرعون الأمة. شراح الحديث بعضهم قالوا إذن من هذا، هذه من جملة المحرمات من النساء المذكورات في الآية في سورة النساء، المحرمات من النساء عليك أنت المحارم ربنا ذكرهم. قالوا بالسنة دي منهم، اللي هي شنو؟ إنه بيت رسول لله وبيت عدو لله حرام يتزوجهم زول واحد، قالوا دي من جملة المحرمات. منو قال كده؟ الرسول قال، قال لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبدا. يعني دي بقت مع شنو يا جماعة؟
مع المحرمات من النساء، زي ما انت حرام عليك المحرمات من النساء ده شنو؟ انك تتزوج خالتك حرام، خالتك اخت امك دي حرام تعرسها، ما يجوز تتزوج عمتك اخت ابوك دي حرام، ما يجوز تتزوج اختك، ما يجوز تتزوج اختين اثنين، ما تبقى زي الصوفي بتاع طبقات والضيف الله جمع بين الاختين ويتزوج سبعه نسوان مع بعض كلهم في حبله، لكن ليس بعد الشرك ذنب، ليس بعد الشرك ذنب، ده موضوع خليه. فدي قالوا برضو انه بنت رسول وبنت عدو لله حرام يتزوجهم رجل واحد بنص الحديث. في طائفه ثانيه من العلماء قالوا، وده ذكروا النبي عليه الصلاه والسلام برضو في الحديث في روايه عند مسلم، من نفس روايه الحديث في روايه عند مسلم، خليك معايا في روايه، اي زول داري يجوط من برا ما تشتغل به، الدار يتنجم يجينا جوا هنا بس بيتنجم باذن الله، برا ما تشتغل به، زول بكورك من برا زي لاعب الكوره اللي قاعد يسخي من برا ده ما عنده حاجه، خد جوا الملعب بتتنجم ان شاء الله تعالى، خليك معي ما تتلفت لاي زول ثاني خالص ما تتلفت له. وانت شنو؟ انت شيوخك والكباسي والبرعي وغيره ما قدروا يوقفوا الحلقه دي، تيجي توقفها انت يا بليد؟ خلونا مع الموضوع يا وقفنا وين احنا؟ الطائفه الثانيه من العلماء قالوا شنو؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة في رواية عند مسلم، الرواية قال شنو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أخشى أن تفتن فاطمة في دينها. كيف يعني تفتن؟ قال ابن حجر العسقلاني: ومعنى هذا، خليها طيب، قال ومعنى هذا، خليه اقعد عشان ما تعمل جو تقعد، خليه، قال ومعنى هذا ابن حجر، يا أخي انتبه، ابن حجر قال: ومعنى هذا أن الزواج يأتي بالأرحام. الآن أنت لو متزوج لك مرة حيجي يزورك أبوها ولا ما حيجي؟ حيجي يزورك، حيجي يزورك، خيلان المرة بيجوك ولا ما بيجوك؟ بيجوك، وهكذا. أها بنت أبي جهل دي أبوها منو؟ أبوها منو؟ أبوها فرعون الأمة أبو جهل. فلما يحصل تداخل بين هذه الأسر والأسرة دي فيها فرعون الأمة، النبي قال أخشى أن تفتن فاطمة بسبب هذا في دينها فإنه يؤذيني ما يؤذيها. فعمك ده صادق المهدي قطع الحديث وشال الحتة الظانية بتعجبه، لكن احنا قاعدين لك بإذن الله بننجمك، وأي شبهة تجيبها بتتنجم يا صادق المهدي. ها وكده أدقس، قول داير مناظرة، بس أدقس قول داير مناظرة عشان نجاح جباكاتك بإذن الله سبحانه وتعالى، ونخلي لك مسجد ود نباوي ده فاضي كرو. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.